هنا طبق المشاوي المشكل ما شاء الله تبارك الله، هذا يكفي تقريبا إلى 5 أشخاص، طبق كبير جدا. تدرون هذا سعره قبل في المنيو 199، ولمدة أسبوع بيصير 149 ريال فقط، يعني شالوا 50 ريال. يبونكم تجربون جودة الأكل اللي في مطاعم كارديه وشوفوا التقييم بنفسكم. حطها الصفر الله يبارك فيك، ما شاء الله تبارك 149 ريال فقط، وزي ما ذكرنا يكفي 5 أشخاص، ومنوع من الريش من الشيش من الكباب من كباب اللحم كباب الدجاج. كارديه متخصصين انترناشونال، الأكل العالمي، عدة مطابخ، الأكل الهندي، الأكل البحري، المشاوي، المعجنات، ما شاء الله تبارك الله. شوفت عينكم الطبق الكامل 149. هذا وش عندنا؟ فخرات تركية، في لحم وفي دجاج وفي مسكر وفي سمن. يا سلام، تنوع كبير جدا وأسعار منافسة، ما يقول لك أسعار لا مرتفعة عشان الجودة، لا لا، جودة.